Hi everybody. Since thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened, so happiness never decreases from being shared. Happiness is a conscious choice, not an automatic response. In the name of Allah, most gracious, most merciful. This is the third lecture that will deal with the reported speech and their choices, and how could I use it? A negative question and a short answer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. محاضرتنا الثالثة اللي تتعلق بالreport speech, الكلام المباشر والغير مباشر, وكيفية تصيغ سؤال وعمل جواب قصير باستخدام ال yes and no. The first title which deal with reported speech. يعني الكلام المباشر. الكلام المباشر يعني بأنه أنت تقول المباشر, يكون كلامك مباشر للشخص المعني. فهنا الكلام المباشر اللي هو الجملة العادية المستخدمة, مثل هنا بالصورة يقول I'm feeling ill, أنا أشعر بالألم, يعني ألمي ما زال موجود, حالة استمرارية. فهنا يقول الكلام المباشر, كلام direct reported speech, يعني الكلام الخبري, يعني الكلام المنقول بأنه direct or reported. direct يعني هنا الكلام المباشر, يعني مثل ما قال Paul said, هنا بالمثال I am feeling ill, بأنه الجملة هنا دائما نعتمد على الجملة الأولى اللي هي الفاعل والفعل مالتها. فاعل والفعل مالتها جملة عادية لأنه هو بحالة خبر, بحالة كلام مباشر. فهنا يقول in written, في كتابة, we use this quotation, هذه هاي انتبهوا للاقتباسات. هنا يقول marks to show direct speech, هاي الاقتباسات بمعنى أنه كلام منقول نصا, كلام منقول نصا. فهنا أنا إذا أريد أن أسوي reported speech, شلون أسوي الجملة reported speech؟ شو أسوي؟ أكتب الشخص اللي يقول هذا الكلام, مثلا بول, وراها أكتب الفعل اللي مستخدم, اللي هنا أنا استخدم said, قال. هنا أنا بول said, دائما بأغلب الأحيان بحالة ماضي تكون هي الكصيغة, بول said, بول قال. هنا بين قوسين I am feeling ill, هاي هنا بحالة مضارع. بول said, بول قال بأنه أنا في حالة مرض. هنا reported, هنا يعني معنى الكلام المنقول أو الكلام الخبري. شو يقول؟ يقول بول said, هنا بمعنى دي ينقل كلام عن شخص ما مو هو. فهنا بول said, نفس اللي قال. That, هنا ننتبه إذا أريد أغير من direct إلى reported speech أستخدم أداة that. يقول هنا وأحذف علامات الاقتباس لأنه صار مو مباشر, صار منقول من شخص معين. فهنا يقول أو من الشخص نفسه. Paul said that, هنا راح تصير بحالة ماضي لأنه انتهى الحدث مالته, فتصير الـ I he حسب الفاعل بول. بول هنا أنا ولد أو ذكر, فهنا استخدم he. الـ am تتحول إلى was, هنا أنا feeling ill. هذا تحويل direct جملة المباشرة اللي هو نفس الوقت إلى جملة منقولة اللي هي reported speech. بي هنا يقول ملاحظة, يقول وين اللي حسب الجملة السابقة, يقول when we use reported speech the main verb of the sentence is usually past. هسه ذكرناها. يقول إذا إحنا نريد نسوي reported speech أغلب الأحيان هنا دائما تكون بحالة الماضي said, Paul said. هنا هي لأنه ماضي فهنا نستخدمها الماضي said, ولكن هنا نقول إذا نريد reported speech نصا الديركت مو شرط, بس reported speech دائما بحالة الماضي, سواء استخدمنا said أو told. I told her that. هنا أنا هاي الهير
شخص ثاني. I told her, أنا أخبرتها, يعني مو فقط شخص واحد. I told her, انتبهوا, إذا أكو شخصين يصير ضمير I ضمير فاعل, told أخبرت her, مو she, her ضمير مفعول به, that ونطي مثلا he was feeling ill. The rest of the sentence is usually past to, يقول هنا بقية الجملة عادة في حالة الماضي. فهنا أنا مثل هاي الجملة اللي ذكرناها, مطيكم هنا أنا أمثلة ثانية. دائما told, هنا ننتبه بين said والtold. said دائما فقط الشخص اللي دا يحكي أو دا ينقل معلومة, told لا, الشخص اللي ينقل معلومة للشخص الثاني. فهنا أنا both said that أو Lisa, I told Lisa that, وبعدين بحالة الماضي. يقول هنا أنا you can leave out that, يقول هنا أنا that تقدر أنه تمحيها. مثلا Paul said that, نقول Paul said, ولكن تظل الجملة بحالة الماضي بالreported speech. فهنا أنا that سواء تنحط أو تنحذف, هنا أنا نفس الكلام. هنا نقول in general, على العموم, the present indirect speech, the present indirect speech changes to the past in reported speech. مثل ما سجلت الكلام المباشر يكون مضارع, إذا كان مضارع فالreported speech يكون ماضي. مثل am والis تتحول إلى was, do والdoes تتحول إلى did, will إلى would, الار إلى where, has وhave إلى had, والcan إلى would. هنا نمطيكم إذا أفعال قياسية مثل want و like, فهنا نكون تستخدم القياسي إذا الشاذ يتحول والماضي إيدي يظل ماضي. يقول هنا نمطيكم أمثلة بين direct و reported speech. هنا direct بحالة المضارع, هنا يقابلها بالreported speech, هنا ننتبهوا لها نفس الأمثلة اللي يطلتكم إياها بحالة الماضي, فانتبهوا لهذا الشيء. يقول هنا نفس الترتيب مالته, يقول هنا إذا كانت past tense, هنا نقول بحالة reported speech, إذا direct مالته بحالة المضارع فreported speech بحالة الماضي, أو إذا كان الدايركت بحالة الماضي فلازم يتأخر قدما, بالريبورت سبيتش يصير ماضي تام. هنا أنا مذكورة يقول or you can change it to the past perfect, اللي هي had done, استخدام had مو has و have, ماضي, لأنه كل ما لازم بربط speech لازم نأخره للماضي, فإذا كان مضارع نحوله ماضي, وإذا كان ماضي نرجع إلى الماضي التام. فانتبهوا لهذا الشيء, وهاي الأمثلة موجودة. Paul said, هنا بحالة المباشر, I woke up, هنا حالة ماضي. هنا لما يصير report speech ما نقول نفسها I woke, شو تصير؟ Paul said that he woke up feeling so he didn't, هنا يقول or Paul said that he had walking, يعني يقول لك بينه هنا الحالتين أقدر أستخدمها, والأفضل بأنه أرجعها إلى الماضي الأقدم. هنا يقول بالريبورت لازم ماضي, إذا كان ماضي فيصير ماضي أو ماضي تام, وإذا كان مضارع فأسوي فقط ماضي. انتبهوا نعم لهذا الموضوع. So we have it some exercises that I wish to solve it and know or mention some things if it is have something difficult. So the next things or the complement of the reporter speech, التكملة مال reporter speech, الكلام الخبر أو الكلام المنقول. هنا عندكم مثال ملاحظة, يقول we don't always change the verb in reported speech, يقول الفعل هنا بالreported speech غالبا ما نغيره.
If the situation is still the same, it is not necessary to change the verb. يعني into past. يعني يقول هنا انتبهوا فقط الحالة. يقول خاصة بحالة المهنة أو عمل شيء ما. عمل شيء ما. إذا كان هذا العمل ما زال مستمر يعني ما انتهى. يعني مثلا شغلك كمحامي أو كطبيب أو كبناء وبعدك أنت مزاول هاي المهنة ما قطعتها فدائما الفعل يظل بدون أي تغيير بالزمن مالته. مثل Paul said my new job is boring. عملي الجديد هو boring. إذا العمل هو still the same هو بقى ما زال نفس الشيء فشي يصير بالreported فقط هنا الفعل مالته اللي ينقل الخبر نقول Paul said that my new يعني his new job is boring يعني بمعنى انه شيء بالماضي ولكن هو عمله ما زال مستمر يعني فقط بالماضي كان ممل. هنا انا نجي ملاحظة ثانية يقول you can also change the verb to past. يقول هنا مثل ما سويناها قبل نقدر نغيرها الى الباست يعني اكو احتمالية بانه نتغير. إذا هو طلب من عندك بأنه تقول له بأنه إذا هو شرط عليك بأنه العمل ما زال مستمر فإنه هنا بإمكانك أنه تبقي على المضارع ولكن إنه إذا قال لك بأنه استخدم أي حالة فإنه تقدر عندك مضارع إذا هو ما زال موجود فيما مضارع يما تحوله إلى الماضي. But if the situation has changed or finished you need to use past verb. يقول ولكن إذا قال لك بأنه هذا خلص فأنت ما عندك طريقة بأنه تحوله للمضارع لازم تحوله إلى الماضي أو الماضي التام. مثل Paul left the room suddenly. قد غادرت Paul غادر الغرفة فجأة. He said I have to go. أنا ذاهب. فهنا أنا قد غير موقعه. فهنا أنا لازم تحوله ما طول هو بالماضي هنا أنا Paul left ما طول هو بالماضي لازم أنا أتحوله للماضي التام أو الماضي لأنه هو قد غير الترتيب ما بقي بنفس الغرفة قد غيرها هاي إشارة أنه إلى أنه قد أنهى الحركة المسبقا. هنا أنا نقول you need to use the past in reported speech when what said is different from what is really true. هاي الملاحظة نعم هنا يقول نستخدم الماضي بحالة reported speech عندما نقول شيء ما مختلف عن الشيء الحقيقي يعني تقريبا نفس المثال السابق اللي هو بأي نفس هذا ولكن هذا هنا أنا عمل شيء ما هنا أنا قول شيء ما مثل هنا أنا يقول you met Rachel a few days ago قبل أيام مضت she said have you heard Joe is in hospital later يقول هنا هاي قصة later that day you met Joe in the street يعني هنا أنا كانوا يحجون بيناتهم عرفت بأنه هو جو في المستشفى ولكن بالأيام أيام ما اللاحقة لما شافت جو يعني خرج من المستشفى يعني شافه فهنا دليل على أنه شنو قد تغير الفعل فهنا لازم ما نسويها مضارع لازم نسويها ماضي فانتبهوا هاي واحدة من الفقرات اللي لازم تتحول إلى الماضي يا أما مكان وتغير يا أما حالة معينة وشفتها بعينك بأنه تغيرت شفتها يعني سمعت عنها مسبقا من شخص وبعدين انت لقيت هذا الشيء يعني بمعنى الحدث الماضي قد انتهى فبهذا الحال بأنه لازم انت تغير الفعل تغيره إلى الماضي أو الماضي التام. نجي لاستخدام say و tell مثل ما ذكرنا said or told قلنا said نستخدمها فقط ويا الشخص اللي يقول هذه الخبرية told لازم مو فقط الشخص اللي يقولها ولكن للشخص اللي يقال له مثل I told ليلى أو I told her فخلنا نشوف هنا شلون نستخدم say وشلون نستخدم told. يقول if you say إذا أنت قلت who somebody is talking to إذا قلت من الشخص الذي تتكلم له
use tell. يقول إذا تريد تقول إذا تقول من الشخص الذي تكلمت له استخدم tell مثل ما سأقلنا. مثل Richard told me. Richard told me that you were in a hospital. فهنا نقول إذا أنت تريد تقول لشخص ما تريد أن تقوله يعني واحد يقول للثاني فاستخدم told. Otherwise من ناحية أخرى you say شو وقت Richard said that you were in a hospital. شوفوا هنا أنا said ما قلنا Richard said you. نقول Richard said that you. انتبه فصلتها. What did you say? What did you say? هنا أنا من نقول Richard told me. نستخدم ضمير مفعول به. هنا أنا what did you say? ماذا تقول؟ هنا أنا عندكم say إذا أريد نقولها إذا أريد نستخدمها مثل tell لازم نستخدم وياها حرف الجر to. فش نقول أنا نقول you can say something to somebody. نقول أنا said goodbye to me. ما نقول أنا said me قالت لي. أنا said goodbye to me لازم نقول شن هو اللي رادته. أنا said goodbye to me بس فقط ويا told أقول أن الفاعل الأول اللي هو ده يحكي للفاعل الثاني للشخص الثاني اللي هو ده يستمع. Richard told me. هنا أنا say نقول أنا said goodbye to me أو نقول Richard said that you لأما نفصلها بذات يأما نفصلها بتو. إذا نستخدم ضمير لازم نفصلها بذات وإذا نستخدم الشخص الشيء اللي نريد نقوله لشخص ما نستخدم to فانتبهوا لهذا الشيء. هنا أنا you say tell somebody to and ask somebody to. يقول هنا أنا هذا الفرق بين say something to somebody. هنا أنا tell بالعكس نقول tell somebody to something أو tell somebody to somebody else أو ask هاي الفعل الثاني ask somebody فانتبهوا للي يجي ورا الفعل say يجي وراها الشيء tell والask يجي وراها لازم اسم أو ضمير فهنا نقول drink plenty of water يقول هنا اشرب الكثير من الماء the doctor انتبهوا the doctor said to me. The doctor said to me. The doctor said to me. أخبرني. فهنا أنا شو صير بالreported؟ نقول the doctor told me. هاي مباشر. The doctor. هنا ما طول the doctor said to me. يعني بمعنى واحد مباشر للثاني. فنقول the doctor told me to drink plenty of water. انتبهتوا the doctor إذا أقول لك هاي استخدم بدل said told أو ask فهنا صير the doctor told me اللي هو الضمير اللي الثاني to drink to أو بحالة النفي نفس الحالة هنا أنا يقول لك انتبه للنفي هنا أنا بالدريكت بالمثال الثاني don't work too hard I said to you انتبهوا I said to you هاي اللي تفيدنا فش نقول نقول I يقول بدل said to استخدم told هنا دائما said to بالreported تصير told فأقول I told you not to work نعم نقول don't انتبهوا هاي بالreported فقط بالreported I told you not to work بدل ما نقول don't not to work too hard فانتبهوا لهذا الشيء بحالة النفي بالreported speech. هنا أنا ملاحظة يقول you can say somebody said not to. شوفوا هنا أنا شرحها مرة ثانية. هنا أنا بحالة said. يقول Paul said not to worry about him. Said not or told not.
So I have it some exercises and I wish you can solve it all. هنا نجي موضوع ثاني أو موضوع تقريبا يتعلق ولكن بغير صيغة اللي هو اللي مثل ما مستخدميه ولكن بصورة تفريعية عن السؤال كيفية السؤال. فهنا عندنا كيفية السؤال. السؤال الأول اللي هو دائما مستخدميه يقول any question the subject is usually after the first verb. يقول دائما الفاعل هو بعد الفعل الأول مثل توم ويل. فهنا بحال any question the subject is usually after the first بعد هنا يصير subject verb هنا بالاستفهام فقط أقلبها تصير will Tom. هاي إذا عدنا فعل مساعد auxiliary verb فقط تقلبها. هنا أعطيكم أمثلة Tom will be here tomorrow أو تصير عندكم هنا will Tom be here tomorrow أو have you been. هنا انتبهوا قال الفعل الأول يعني الفعل الرئيسي أو الفعل المساعد الأول. أكيد إذا عدنا فعلين مساعدين فالفعل المساعد الأول اللي هو المعتمدين عليه دائما فعل الكينونة إذا موجودة يعني will be دائما بس ال will ناخذها ما لنا علاقة بالبي. البي تعتبر كفعل رئيسي هنا أنا راح يصير will Tom be أسيكون توم هنا غدا أو have you been working hard أستعمل بجد. فهنا انتبهوا إذا كان فعليا مساعدين فهنا الفعل الأول اللي هو متعارف عنه يصير بالبداية حتى يصير علامة استفهام. أما إذا يقول هنا انتبهوا هنا أما إذا عدنا أداة السؤال WH question اللي هي who, when, where فهنا شلون راح يصير هنا نفس الحالة ولكن نخلي أداة السؤال اللي هي WH question قبلهن كلهن في بداية الجملة وبعدين الفعل المساعد وراها الفاعل وراها الفعل أو تكملة الجملة مثل when was the house built when was the house built. انتبهوا للهاية إذا كان فقط عدنا فعل مساعد وإذا كان عدنا فعل مساعد وعدنا أداة سؤال اللي يدل على الزمان أو المكان أو الحال. هنا B in present simple question we use does or do. هنا انتبهوا يقول زين إذا الجملة ما بيها فعل مساعد مثل المضارع البسيط والماضي البسيط فشو سووا بالاستفهام. احنا نعرف بأنه الماضي البسيط اللي هو مثل عندكم هنا بالمثال you live the film starts بأنه الفعل دائما ياخذ S أو بدون S حسب الفاعل. إذا الفاعل مفرد الفعل ياخذ S وإذا الفاعل جمع ما ياخذ الفعل أس يظل مجرد. فهنا بهاي الحالة شو يكون السؤال مالته هنا نستخدم الدو كفعل مساعد للفاعل الجمع وداز كفعل مساعد للفاعل المفرد. شو تصير do you live أو does the film start أو does it start. كذلك الحال للوات هسه نفس الترتيب هنا شو يصير يقول do you live near here او what time. هنا what time كلها هاي عبارة كاملة what time does the film start. انتبهوا للترتيب صار عندنا بالمثال الاول الجملة هي بها فعل مساعد فقط أقدم الفعل الأول المساعد إذا كان فعل واحد وإذا اثنين دائما أيضا فعل الأول المساعد أقدمه وهنا عندنا المضارع وهنا الماضي you sold أنت تبيع أو the train stopped هنا بحالة ماضي ولكن ما بفعل مساعد. زين شلون أسوي لفعل شلون أسوي بحالة استفهام أستخدم الفعل الأكزيلاري اللي هو did تصير did you وراها يصير فعل مجرد. هنا نسيت أخبركم بأنه does تحل محل الأس فهنا أنا بالحالتين الفعل راح يصير بدون أس. انتبهوا live و start. كذلك الحال بالماضي هنا مو عندنا did فراح يعوض عن الماضي فراح الفعل يتغير إلى الفعل المجرد فيصير did you sell did the train stop.
هنا عندكم بالأمثلة الخارجية did you sell your car why هنا عندنا هذا السؤال why did the train stop أو why مثلا إذا أريد نستخدم هاي why did you sell your car زين هنا أنا يقول بهاي الملاحظة يقول but don't use يقول لا تستخدم اللي أنت استخدمته مسبقا اللي هو do does did if who or what if who or what is the subject of the sentence يعني هنا أنا يقول إذا هو يسأل عن شخص ما أو شيء ما لا تستخدم did أو الـ who أو الـ does يعني بس فقط الأكزيلاري وإنما لازم تستخدم أداة سؤال who أو what فهنا نقول Emma found somebody فهنا المفعول به somebody هنا يريد شخص يريد يسأل عن شخص فما نقدر نقول did Emma found لازم نذكر من هو نريد نجاوب حتى نجاوبه بأنه شخص ما فشو نقول؟ نقول who did Emma phone؟ انتبه هنا أنا مو جملة عادية وأسأل did you sell؟ هل أنت بعت أو هل المطر توقف؟ لا هنا أنا لأنه دا يسأل عن شخص ما عن المفعول به أو عن الفاعل يمأشر على شخص فهنا الشخص إذا أريد أسأل عنه لازم أستخدم هو مو فقط الأكزيلاري الأكزيلاري أحطها بالأول أو التالي أنا لازم أحطها ولكن ما أكتفي فقط بالديد أو الدو أو الدس وإنما أستخدم أداة سؤال اللي هي هو أو وات وات ديد هي دو يعني الشيء الذي هو استخدمه أو هو الشيء الذي هو عمله هو ديد إما فون Somebody found Emma. Who found Emma? من قول do found Emma أو does found Emma لأنه أنا أريد جواب ما أريد yes or no. إذا السؤال يحتاج yes or no بي yes or no فأستخدم auxiliary do does or did مثل ما هسام الطينة يا أو will أو will بال أو أي auxiliary ولكن إذا الجواب أريده كجواب يعني مو yes or no فلازم أستخدم أداة السؤال والأكثرية اللي دائما يستخدموها اللي هي ال who أو ال what فهنا نعطيكم أمثلة على هذا الشيء who wants something to eat who wants من الذي يريد شيء ما ليأكله who wants What happened to you? ما الذي حدث لك؟ فانتبه هنا انتبه إذا كان الفاعل إذا كان المراد إلى فاعل فهنا إذا كان المراد السؤال عنه فاعل أستخدمها جملة كاملة Who found أستخدم فعل رئيسي وإذا كان هنا مفعول به أستخدم هنا أقدر أستخدم did Who did Emma found فهنا انتبهوا بين هاي وهاي ال هو object او ال هو subject هنا مطيكم امثلة همات how many people came to the party ما نقول did come how many people هنا نستخدمها people how many people لانه هنا يدل على عدد خاص بالفاعل how many people فهنا أنا مطيكم يا راح أعيد مرة ثانية in these examples who or what يعني استخدام who أو what is the subject يعني إذا كان الجواب subject إذا يعني تحت الخط تحت subject فلازم أستخدم فعل مثل who wants who what happened how many people which bus نعم الملاحظة الثانية any questions beginning who what which where preposition in for usually go at the end يقول بالسؤال إذا كانت البداية مالته who what which where يقول هنا preposition دائما إذا أردنا أستخدم preposition حتى
أكنك ويا الجواب، فهنا أنا دائما preposition يكون بالنهاية، مثل where are you from، من أين أنت، من أين أنت، ما نقول where from are you، نقول where are you from. نكمل الجملة مثل ما احنا متعلمين عليها، الأداة السؤال وراها فعل مساعد وراها الفاعل، وراها تكملة الجملة أو بدون تكملة الجملة، وراها يا الله استخدم ال preposition اللي يتلائم ويا أداة السؤال ويتلائم ويا سؤالي. مثلا what was the weather like، يعني شبه لي الطقس بمن. يقول هنا you can use preposition whom in formal style. يقول الهوم هنا to whom، هاي إذا كان الوصف رسمي، to whom did you wish to speak، فقط هاي إذا كان الشغلة رسمية فاستخدم to whom يعني قبل الأداة السؤال، ولكن بقية بالأدوات البقية اللي هي الهو والوات والويتش والوير يكون الحرف الجر في نهاية السؤال. نمبر دي يقول هنا isn't it or didn't you، هاي هنا التاك كويشن، هاي بحالة النفي، إذا كان التاك كويشن إذا يريد يسألك بحالة النفي. يقول هنا شو وقت أستخدم isn't it، ما أريد أقول is it أو did you، did you يعني يريد يتأكد، فهنا أنا هاي شو كنت أستخدمها الجواب قصد السؤال بحالة النفي. يقول هنا we use negative question especially to show surprise، لإثارة الدهشة، يعني شغلة متفاجئين بيها، فأقول is it it، هذا صدق راح يصير، أو to agree with us إذا أريد نتوافق ويا شخص ما راح أسأله سؤال عادي، ما راح أقول is it، لا أقول أن isn't it، أو to not the meaning of yes or no in answers to negative questions، أو بالصيغة العادية اللي هي tag questions اللي هي don't you want to go اللي هي yes or no، ألا تريد الذهاب معي، هاي في الحالة العادية، فهنا أنا yes I want no I don't، فهنا هاي الحالات اللي تكون بيها السؤال صيغتها منفي مصيغتها جملة عادية أو بدايتها فقط فعل مساعد أو أداة سؤال، ولكن تكون مصاحبة للنط. We often use negative question with why، يقول بأغلب الأحيان نستخدم why لأنه تدل على الدهشة. Why don't we eat out tonight، فهنا الواي إذا أداة سؤال، إذا بدون أداة سؤال أستخدم isn't والهاي بهذين الشغلات اللي هي to show surprise to agree with us to answer، هاي إذا فعل مساعد، ولكن إذا أداة سؤال فقط أكثر الأحيان we why فقط، why don't we. So the last one of a question says، هنا عندنا أخير ملاحظة أو أخير أخير نوت للكواشن اللي هي استخدام do you know where استخدام الwhere على شكل سؤال. I don't know why، could you tell me what we say، هنا نقول where has Tom gone، هنا بالجملة العادية، هاي بالأداة الاستفهام العادية، ولكن إذا أريد أسويها كعبارة أو كنص فشي يصير إذا أريد أستخدمها with do you know، فهنا نقول do you know where، انتبهوا هنا نحن مو متعودين بأنه وراء الأداة السؤال الفعل المساعد، هنا إذا كانت عبارة كاملة تدل على استفهام راح يتغير، شوفوا شلون راح مسوين الأسهم، هنا نقول do you know، استخدام do you know where Tom has gone، تبهتوا، ما نقول has Tom gone لأنه هاي مو جملة سؤال عادية، هنا جملة كاملة، هنا عبارة كاملة، فهنا نقول when the question
Where has Tom gone? Is part of a longer sentence. يقول هو جزء من الجملة اللي هي Do you know? I don't know. انتبهوا. عندنا يا إما Do you know? I don't know. Can you tell me? هاي كلها وراها رح يتغير. رح يصير أداة سؤال اللي هي Where دائما. وهنا رح ينقلب الفاعل يصير يم الأداة السؤال اللي هي Where Tom وراها الفعل المساعد وراها الفعل الرئيسي. فهو هذا يقول The word order changes. يقول هنا ترتيب الكلمة رح يتغير. فهنا أنا مطيكم أمثلة عليها تنتبهوا لها، سواء كانت الجملة جملة استفهامية عادية اللي هو شرحناها مسبقا What time is it؟ إذا باستخدام Do you know أو I don't know أو Can you tell me أو Do you have any idea؟ شوفوا هاي همات ثانية. فهنا ننتبه للي وراها يجي وراها الأداة السؤال وراها مباشرة الفاعل مو الفعل المساعد. هنا نقول Be careful with do, does, did. شون راح يصير؟ انتبهوا. يقول هنا أنا مثلا What time does the film start؟ اللي هو شرحناه مسبقا شون نسوي أداة سؤال. إذا أريد نستخدمها ويا هاي الـ Do you know والexplain please explain or I wonder هذا يكونين أدوات. فشو تصير هنا أنا راح نحذف الـ Do والـ Does، يعني كنا ما نسويها نرجعها جملة عادية ونخلي الأس ما تدز للفعل مثل هاي Do you know what time the film starts؟ تبهتوا؟ راح نحذف الأس فكل شيء نرجع المكانة. Did راح نرجع الفعل ماضي مثل Why did she leave early؟ I wonder أنا أستغرب. هنا أنا همت السؤال بس على طريقة جملة عادية لأنه هو سبقها بسؤال. I wonder why she left، ما قال why did she leave، why she left early. فهنا ننتبهوا لهذه الأشياء. هنا نقول أكو شيء ثاني نستخدمه اللي هي الـ if والـ whether، ما لم أو ما لم يكن أو في حالة if or whether، يعني في حالة where there is no other question word. هنا نستخدم الـ if أو الـ whether إذا يتطلب استخدام الـ what والـ why، هي مثل we hide do you know I wonder please explain وما موجود أداة سؤال. فهنا شنو نعوضها بـ if or whether. مثلا عندكم did anybody see you، هل شخص ما أي شخص رآك. هنا لما أريد أستخدم أقول لك استخدم الـ I don't know أو could you tell me أو I wonder وما أنطيك أداة سؤال. فش تسوي؟ تقول I don't know if anybody saw me أو I don't know whether anybody saw me، قد رآني. هنا لأنه ما موجود الـ what أو الـ why، فانتبهوا لهذا الشيء. هنا نعدكم خير شيء he asked me where. يقول هنا the same changes in word order happens in questions and reported speech. يقول هنا إذا أريد أن أسوي هاي الأسئلة ولكن باستخدام reported speech، رح نرجع لموضوعنا. يقول شلون استخدمها؟ يقول نفس التغييرات بالترتيب الكلمة رح يصير. فهنا شلون رح يصير؟ إذا direct يقول the police officer said to us where are you. انتبهوا حاطين علامة استفهام لأنه علامة اقتباس لأنه direct نص مباشر مقتبس. Where are you going؟ إذا أريد أسوي reported speech باستخدام السؤال شو تصير؟ the police officer said to، هنا تتحول لأنه عندنا us، هنا asked us أخبرنا. هنا عندنا where، ما نحتاج نستخدم الـ if والـ whether. فش نقول where فقط الـ you تصير هنا we لأنه أنت من ضمنهم، we الـ are تتحول إلى where وgoing نفسها تبقى تصير where we were going to us. انتبهوا us يعني we، انتبهوا us
هنا أنا صاير كلام نصي مباشر أنتم، فهو دا يقول إحنا، قال لنا إحنا، يعني هو كان من ضمنهم، فما يصير نقول where you were لأنه هو من ضمنهم، فلازم نحول اليو إلى we. نجي هنا أنا للديركت الثاني. Claire asked what time do the shops close، بأي وقت المحلات تغلق. فهنا بالريبورت شو يصير؟ Claire wanted to know، Claire تريد أن تعرف. Claire هنا استخدمنا wanted to know what time. What time هنا نقدر نستخدم عبارة النص، عبارة السؤال wanted to know. What time the shops closed. The shops closed. Claire asked what time do the shops close. هنا Claire wanted to know what time the shops closed. هنا do تحولت إلى ماضي لأنه الفعل تغير، لأنه دائما بالريبورت لازم يتغير هنا، فانتبهوا هنا do بحالة الديركت ولكن بحالة الريبورت لازم يصير closed مو close، فنحذف do وصير closed لأنه قلنا الديركت مضارع أو ماضي، ولكن report لازم إما يكون ماضي إما يكون ماضي تام. الماضي التام إذا كان الجملة direct ماضي يصير ماضي تام، وإذا كان direct مثل هذا مضارع فهنا عندكم لكم الحق تستخدموها ماضي. فيقول هنا أنا report speech the verb usually change to the past. هنا أنا يقول مثل ما ذكرنا بأنه من المفضل عادة تغييره إلى الماضي، لأنه نعرف بأنه report لازم يصير ماضي. فهنا عندكم أمثلة عليها. هنا أنا يقول later you tell a friend what the interviewer asks you. You use هنا أنا يقول إذا استخدمنا she asked if or whether I was willing to travel. She asked هي أخبرتنا إذا أو ما إذا هنا إذا استخدمنا الـ if أو استخدمنا report speech بأغلب الأحيان دائما قلنا report speech هذا المثال report speech دائما يكون بحالة الماضي أو حالة الماضي التام، حالة الماضي أو حالة الماضي التام بحالة reported speech. So at this moment I'll finish this lecture and farewell you and say goodbye.